أحمدك ربي علمتني كيف أحمد، أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، نحن العبيد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. صلاة وسلاما يليقان بمقام إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد. وبعد، أيها الأحبة في الله، عشنا واستمعنا واستمتعنا مع قارئنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله غنام، وهو أجل من أن يعرف. استمعنا إلى فضيلته وهو يتلو علينا أو يشدو علينا من أواخر سورة النجم ذات 62 آية قرآنا مكيا، ووصلا ببدايات سورة القمر ذات 55 آية كذا قرآنا مكيا. وأضرب في كل باب بسهم، حيث بدأ بنا القارئ الكريم عند قول الله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. صليتم على رسول الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض. اللام، اللام في بداية قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، اللام كما يسميها أهل اللغة لام الملك أو لام الملك، يعني اللام لها معاني كثيرة. اللام في هذه الآية لام الملك أو لام الملك. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني إيه؟ يعني ملك ما في السماوات والأرض كله ملك لله. العرش، الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، الكل يعترف بأنه الله إلا كفرة الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تردد سنة صغيرة. أذكر حديثا، يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، لن نؤمن لك حتى يؤمن بك هذا الضب. الضب أعزكم الله حيوان يشبه الأرنب مثلا، جاء على سبيل التهكم. وقال: يا محمد، لن نؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. ووضع الضب أمام النبي. قال له النبي: وإن آمن الضب تؤمنه؟ قال: سنرى. فلما وضع الضب أمام النبي نظر النبي إلى الضب وسمى وبارك، وقال له النبي: أيها الضب، من أنا؟ قال: أنت رسول الله. ضب حيوان، من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: من تعبد؟ قال: أعبد من في السماء عرشه وفي الأرض سبيله وفي البحر سلطانه. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كل ما في السماوات وما في الأرض، اللام للملك، ملك لله. ده أول سهم. تعالى على آية أخرى من آيات اللقاء: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى.
قوم عاد أرسل الله إليهم نبي الله هود، وإلى عاد أخاهم هودا، وقوم ثمود أرسل الله إليهم نبي الله صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. ربنا سبحانه وتعالى كأنه يطمئن قلب النبي محمد، عاود يقول له قريش زيهم زي عاد زي ثمود، طلبوا من النبي معجزة وهي انشقاق القمر وهنرجع لها دلوقتي، ومن قبلهم قوم ثمود طلبوا من نبي الله صالح معجزة، وكانت المعجزة التي طلبوها من نبي الله صالح أنهم قالوا يا صالح لن نؤمن لك حتى تلد لنا هذه الصخرة ناقة. شوف الناس كانت أفكارهم لغاية فين، يقولوا الصخرة دي الجبل ده الصخرة دي تولد لنا ناقة. بقول ايه والله ما بدوني ولا جنيه اهو عندك اهو، كانوا ادوني حاجة اقول اه اما اخذ منهم ابدين. صليتم على رسول الله؟ فطلبوا من نبي الله صالح ان يدعو رب ان هذه الصخرة تلد لهم ناقة، فدعا نبي الله صالح دعا ربه سبحانه، فاستجاب الله لدعوة نبي الله صالح، وإذا بالصخرة تتمخض كأنها امرأة وقت المخاض، وولدت لهم ناقة عشرا كمان ناقة وحامل. هذه الناقة كانت عجيبة، كانت آية من الله، قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا. طلبوا طلب من طلبش قبل كده، عملوا عملة ما اتعملتش قبل كده، ربنا جاب لهم كلمة في القرآن ما اتقالتش قبل كده، فدمدم. كلمة دمدم دي حتى لو إنسان ماهوش دراية باللغة، كلمة دمدم دي أنت تفهم منها إن هو تفجيرات في كل ما دمدم دمدم. وأن الناقة كانت فيها آية عجيبة، قال لك إن الناقة حين ولدت فصيلها كانت هذه الناقة تأتي على بيوت قوم نبي الله صالح، وتقف على أبواب البيوت في الصباح وفي السماء وفي المساء، تقف أمام كل بيت وتنعر الناقة، فيخرج أهل الدار إلى الناقة، كان الناقة لها درعان. الناقة لها إيه؟ لها درعان، أحدهما يدر لبن والآخر يدر عسلا بقدرة الله. تخيل ناقة لها درعان، أحدهما يدر لبن والآخر يدر عسلا، ومع ذلك كذبوه فعقروه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. فدمدم عليهم، هم كلهم قتلوها، ركز في الكلام، هم كلهم كل قوم صالح قتلوا الناقة أبدا إلا قتلها واحد فقط، اللي هو مين؟ قدار بن سالم، هو ده اللي تقدم للناقة وعقرها دبحها. فدمدم عليهم ربهم كلهم، لأن كلهم اعتبروا اشتركوا في الإثم، لأن الحسنة بتخص والسيئة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تعال إلى آيات، على آخر آية من سورة النجم، وبعدين ندخل على آيات سورة القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقف النبي مصليا في حجر الكعبة ذات يوم،
والمشركون يقفون يشاهدون صلاة النبي في حجر الكعبة، وكان النبي يقرأ من آيات سورة النجم هذه الآية بالتحديد. فلما وصل النبي إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد النبي في حجر الكعبة، فسجد المشركون خلف النبي رغما عن أنوفهم. لجلال القرآن ولروعة القرآن ولعظمة القرآن سجدوا رغم أنوفهم. فبوب البخاري بابا في صحيحه سماه باب سجود المشركين خلف رسول الله. تخيل المشركون وهم مشركون سجدوا لجلال القرآن وروعة القرآن، باب سجود المشركين خلف رسول الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد المشركون رغم أنوفهم، رغم كفرهم بالنبي محمد، سجدوا لروعة القرآن ولجلال القرآن. تعالى على أول آية من آيات سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، وبعثة النبي دليل على قرب قيام الساعة، لأن النبي قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني. اقتربت الساعة وانشق القمر. قوم صالح، نبي الله صالح، طلبوا منه أن تنشق الصخرة وتلد لهم ناقة، فحدث. والمشركون في مكة طلبوا من النبي أن ينشق القمر ليلة التمام. عايزنا نؤمن بك؟ قالوا له القمر ده في ليلة البدر، ليلة التمام، ليلة 14، القمر ده يتشق اتنين. قال وتؤمنوا؟ طب لو حصل يعني؟ قالوا له سننظر. فلما جاء ليلة التمام دعا النبي ربه والقمر في كبد السماء، دعا النبي ربه أن يريهم القمر منشقا نصفين ليلة التمام، فاستجاب الله دعاءه في الحال وانشق القمر معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال لهم النبي ها هو القمر قد انشق نصفين. رأوا القمر منشقا نصفين بينهما جبل، قالوا يا محمد لقد سحرت أعيننا، اللي حصل ده سحر، لن نؤمن لك حتى نسأل المسافرين. الناس اللي مسافرة بره مكة لما ييجوا نسألهم. فلما عاد المسافرون من تجارتهم ودخلوا إلى مكة قالوا لهم يا أهل مكة، هم اللي بدأوا بالكلام، يا أهل مكة لقد رأينا عجبا في السماء ليلة التمام، لقد رأينا القمر منشقا نصفين، هل رأيتموه يا أهل مكة؟ فقالوا لقد سحر محمد أهل الأرض وبلغ سحره إلى السماء. فيش فايدة. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سحر الأرض ووصل سحره فين؟ إلى السماء. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. كان نفسي سيدنا الشيخ عبد الله عندما وقف عند آية كذبت قبلهم قوم نوح، كان نفسي اتكلم عن سيدنا نوح، ولكن بقى اسيب لك انت المجال. تبدا من هنا يا مولانا. ابا كمل انت، صليتم على رسول الله، نكتفي بهذا القدر وفي هذا القدر كفايه. اطير برقيه عزاء من هذا المكان لها ثلاثة اشتقاقات، الشق الأول منها إلى روح الفقيدة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل ليلته هذه أسعد ليالي. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا تجاوز عن سيئاته. أبدله اللهم أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وجيرانا خيرا من جيرانه،
أفسح له في قبره مد البصر، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسله اللهم بالماء والثلج والبرد. والشق الثاني منها إلى أسرة الفقيد أقول لهم فيها عظم الله أجركم، الشق الثالث منها إلى حضراتكم أقول لكم فيها شكر الله سعيكم وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.